طيب، والأم حلفت أن لا تدرس ابنها ودرسته، هل عليها كفارة؟ طيب، ولا منين يأكلون الفقراء؟ يعني الله سبحانه وتعالى جعل رزق الفقراء على هؤلاء الذين يحلفون ثم لا يوفون. فهذا الحلف على المستقبل، وهي تسمى اليمين المنعقدة، تسمى اليمين المنعقدة، إذا حلف الإنسان على شيء لا يفعل ثم أراد أن يفعل يكفر عن يمينه، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. فمن لم يجد، يعني لا يستطيع ذلك، لا يستطيع هذه الثلاثة، يصوم 3 أيام. لكن الذي يستطيع أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فهذا ما يصح له أن يصوم. لكن من عجز عن هذه الثلاثة انتقل إلى الصيام. فهذه الأم تطعم 10 مساكين إما من الفقراء، وإما أن تعطيها إحدى اللجان، تضع المال في ظرف مثلا وتكتب عليه كفارة يمين، حتى ما يؤخذ هذا المال يبنى فيه مسجد أو يطبع فيه مصحف، يعني أو توضع في الصدقات، لأن أن يعرف أهل اللجان أن هذا المال كفارة يمين فيوضع في مكانه الصحيح.